السلام عليكم جماعة. اليوم غادي ندير لكم فيديو شويه مبدل على الفيديو اللي مداري نديرهم. هاد الفيديو غادي نديره غادي نقول لكم توب 3 الكذبات اللي يقولوهم على كاليستانكس. هاد الفكره ديتها مع هشام فيتنس وكالعاده نقولوا قولوا معنا. خلينا نبدو بالكذبه الاولى. يجي عندك واحد حياته يتريني يحديد ما يعرف والو سيد، تقول له كاليستانكس سبورت تاعك ما يعرفش تاش معناها وكل يمشي مثقف بزاف. سيد يقول لك زعما حديد طلع لي ميوسك، ما يعرفش باللي لي ميوسك ما يعرفش الديفيرونس بين الحديد والفيد. يجي عندك يقول لك كيما هاك، يا خويا اش راك دير؟ راك تريني حديد ولا فيد؟ راك تريني فيد اودي، جامي تطلع هاكا وخدم بالارتر، روح خدم بالارتر هاكا كيما الناس. يا والله ما راك طالع حار. نقول لك حاجه، كيما ترينيش حديد يا ما تطلعش، روح خدم بالارتر. نقول لك حاجه، الحديد هو اللي يطلعك. كتب الزوجه، كتب الزوجه. ما يجي عندك الانسان الاول تاع يتريني احدي متين حاجه واحده اخرى، يجي عندك انسان واحد اخر، يجي عندك الشيباني يقول لك كيما هاك، يا ولدي سمعتك راك تريني فيد، واه مليح مليح مليح، ايا وكي راك تجي مترينا شراك تاكل يا ولدي؟ واه الحاج راني كي نجي ناكل الروز ناكل البيض، ولكن عندي اللحم ناكل اللحم ولا طون، اللحم اللي فيها بروتين اللي تساعد باش تبني العضلة وحاجة كيما هكا، يعني قولوا الحمد لله وصاي. ولدي شراك تاكل البيض الروز؟ هادو شي يديروا لك يا ولدي؟ هادو ما يديروا لك والو، اكل الحليب والتمر، الحليب والتمر يا ولدي يفيدوك. بصح الحاج الحليب والتمر ما فيهمش بروتين، على بالي يعطوك الانرجي قبل ما تروح تريني تاكلهم. ماشي مور تريناج، مور تريناج ما فيهمش بروتين. يا ولا ما فيهمش بروتين؟ الحليب والتمر قلت لكم كلوا الحليب والتمر. هانا وصلنا لافات الفيديو، غادي نقول لكم التاليات كذبه الثالثه اللي يقولوها. الكذبه الثالثه اللي يقولوها، اي نتايا كنت مشى في امان ربي، يجي عندك واحد يقول لك يا خويا تريني فيد، انت تقول له واه تريني فيد، فيد هو كاليستانكس اللي ما يعرفوش. يقول لك باللي وشحال تريني في السيمانه، انت تقول له تريني خمس خطرات ست خطرات في السيمانه. هو واش يقول لك؟ يقول لك كيما هاك، شو يا خويا تتريني شحال؟ ست خطرات في السيمانه؟ خمس خطرات يا خويا انا نتريني كيسموه تم خطرات في السيمانه وثلاث خطرات في النهار، انا كاع نتريني، نتريني اسبوع فيد ونتريني بوكس، هات عشاوة انا نقطع انايا. اقول لك حاجة، باغي تطلع في الفيد تريني ست خطرات في السيمانة افزعك بيا، تريني تم خطرات الفوق. بس اخويا ما جايش تريني سبع خطرات في السيمانة تم خطرات في السيمانة كيما كتقول، على خاطر خاصك تدي تاع النهار يومين روبو باش الميسكلي يكيبيري روحه، خاطر الميوسك ما يطلعش كي تكون تتريني، يطلع في الروبو. نيشا خويا شوالا سبع خطرات، اروح نقول لك حاجه، اروح 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 بالعقل 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 صاي، يروح حتى عليا يروح حتى عليا. هانا وصلنا لافات الفيديو تاعنا. هاد الفيديو شويه بدل اللي مداري نديرهم، بغيت نسي بالك يعجبكم كيما هكا لي فيديو، ومنها ضحك ومنها نفع، تنفعوا روحكم. ولا بغيتو كيما هكا لي فيديو قولوا لي في كومونتير، وعلى راك جديد في هاد لاشين دير سبسكرايب وعاونونا شويه بجام، وكالعاده صحيتو ان بيس.